انا لم ارتاح بكم في كفايه، لان كان ليا موقف وضحته لك في حيني انكم بتتصرفوا يعني من وجهه نظري، قلت لك وبكرر ده عشان تفتكروا، احضرتم اللي عملناه في 95 94 95 اللي عملناه مين احنا؟ يعني لجنه التنسيق بين النقابات المهنيه او نواه اتحاد المهنيين المصري اللي عمل مؤتمر الحريه في المجتمع المدني وقبلها الحراس الوطني، واوصف بعمل وثيقه التوافق الوطني للدستور الجديد، وقعدت كل القرى السياسيه والاحزاب السياسيه ومؤسسات المجتمع المصري الشعبيه اللي احكم فيها التمثيل 50 مليون مصري، دول كانوا 500 كرسي اللي قاعدين في باب الحكم بغير اي نوع من الاقصاء ولا التهميش ولا الالغاء لكل القوى اللي كانت كلها تقريبا محظوره. دي نقطه، واسست فيها واتعملت فيها المعايير. يعني ميلاد حنا مش موجود بيمثل الكنيسه، ميلاد حنا مواطن مصري بيمثل المجتمع المدني الى اخر. مفيش حاجه اسمها ان الجيش يكون طرف في صنع الدستور ولا الكنيسه ولا الازهر. مؤسسات وطنيه ليس لها ان تشارك في عمل. بنرجع لورا. لا، هناك كانت اذا منظومات مؤسسيه. جيت كفايه حتى لما يبقى معاك معرفش ابو العيله او غيره تقول لي لا ده بيمثل نفسه ما بيمثلش حزبه مثلا. طب انت النقي عن مأساسة المنظومه. انا ما بقتش فاهم ازاي وليه. انا ايا كان احنا لما بنستدعي التاريخ المصري عشان ناخد منه العبره بس، وهكذا. ان التشكلات غير المؤسسيه في الاخر يعني دورها بيبقى ليميتد وعمرها ما بيبقى مدرسه. ده اكيد. فحاجاتنا اللي هي تعيرنا على تاسيس الدوله، ما هي يعني تاسيس دوله يعني لبنات الدوله دي لبناتها هي مؤسسه تنظم العمل المشترك بين كل ما ده اللي ما خلاش ثوره يناير تكمل. لا، افلحت في اسقاط رأس المال. ايوه بس مفيش مؤسسه تمت. ما هو النظام ما اتغيرش ليه؟ لان انت ما عملتش مؤسسه. بالظبط. بس كده. طب احنا ما اعترفناش. اللي هو تاني يوم. انا تراودني فكره دلوقتي ان هناك الديمقراطيه البرلمانيه. والديمقراطيه التشاركيه. الديمقراطيه التشاركيه دي عمادها المجتمع المدني. ولذلك انا كعضو مجلس قومي لحقوق الانسان بتابع قانون الجمعيات الاهليه. ايوه هو ده السؤال اللي بيقوله بالظبط. اين انت منه تحديدا؟ فاحنا دلوقتي عملنا ورشتين. انتوا المجلس؟ المجلس على قانون الجمعيات الاهليه. وجمعنا فيه كل الخبراء. وجبنا فيه مندوبي وزاره التضامن. وبصينا في القانون. وحطينا على توصيات قويه جدا. وبعتنا هذه التوصيات لوزاره التضامن. مستنيين يعرض على مجلس، وبعتناه المجلس للجنه حقوق الانسان في مجلس النواب على اساس ان لما يتناقش اللي هو مين على راسها دلوقتي؟ انور السادات. محمد انور السادات، بحيث انه لما يتناقش القانون تبقى هذه التوصيات موجوده على الساحه. فانت من غير قانون جمعيات يتيح الفرصه، لأن جناحين التنمية هو الحكومة والمجتمع المدني. لهذا كنت بسألك أين أنت من الجمعيات المنظومة دي؟ ما إحنا الأول مش ممكن أبدا نشتغل على أي جمعية من الجمعيات إلا بعد ما يتحط قانون الجمعيات. على سبيل المثال أنا وزوسر مرزوق بنعمل جمعية اسمها أحفاد حابي، بقالنا سنتين أو أكتر مش عايزين يدونا تصريح. طبعا. وطلعت الوزيره على التلفزيون وقالت لزوسر انا هدي لك التصريح وكده، ولم تعطيه التصريح. ليه؟ لان الامن مسيطر على الجمعيات الاهليه ومسيطر على العمل الاهلي. ولذلك انا وجهه نظري ومؤمن بها ايمان مطلق، ان لم ترفع المؤسسه الامنيه يدها عن الحياه في مصر لن تنصلح الاحوال في مصر خالص اطلاقا. يبقى في قيود على اي حاجه. سترفع. ما اعتقدش. سترفع غير مختاره. ما اعتقدش. وسترفع لانها ستدرك. انا مبسوط من تفاؤلك ده بس انا ما عنديش. انا يعني قصدي اقول يعني اصل
لن يسمح لن يتعامل العالم قط مع مصر ما لم بالتحديد اللي انت بتتكلم فيه ده يتم.